المجلس الأعلى للثقافة إيه موقعه في وزارة الثقافة؟ ما هي الجهات التابعة له؟ هل هو مسؤول عن السياسة الثقافية؟ سؤال مهم. المجلس الأعلى للثقافة، وحضرتك يعني لست بعيدة وكنا سعداء بوجود حضرتك معنا في وقت من الأوقات في لجنة الإعلام. شكرا. هو بمثابة القلب من الوزارة، والحقيقة أنه موضوع وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة موضوع حسم منذ فترة، لأنه كان في بعض الأوقات في فترات سابقة يوجد بعض يعني اللبس أو الغموض فيما يتعلق بدور الوزارة مقابل دور المجلس والعكس. والحقيقة أنه هذا الموضوع كما ذكرت حسم، لأنه الآن بحكم الهيكل التنظيمي للمجلس فإن رئيس المجلس الأعلى للثقافة هو وزير الثقافة، والأمين العام هو المنوط به الإشراف والتنفيذ العمل اليومي في المجلس. المجلس في المقام الأول معني بالسياسات الثقافية في سبيل تحقيق هذا في مجموعة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها عمل المجلس، وفي القلب منها لجان المجلس الأعلى للثقافة. طبعا هرجع لموضوع الجهات التابعة، لكن لو سمحتي لحضرتك أنا يعني على موضوع اللجان يعني يكون في بعض التركيز، لأنه حقيقة أنه لجان المجلس الأعلى للثقافة هي المعنية أساسا بتحقيق الرؤية من خلال لجان متنوعة تحت شعب أساسية كانت في الماضي وإلى العهد القريب بتندرج تحت مجالات أساسية ثلاثة، هي الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، إلى أن تم إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى منذ حوالي سنتين. كان من الضروري جدا في ظل ما يجري من تطورات على الساحة الثقافية، وخاصة مع وجود رؤية لمصر 2030 وخطة للتنمية المستدامة ووجود محور ثقافي كغيره من المحاور الأساسية في الخطة، أن تتم مراجعة أعمال المجلس ونشاط اللجان في ضوء هذه الخطة. الخطة زي ما حضرتك أولا نحدد كم لجنة؟ اللجان الآن 24 لجنة، لأنه ده تم بعد إعادة الهيكلة. هم الحقيقة كان تجاوز العدد يكاد يقترب من 30 لجنة، لكن على الرغم من تقليل عدد اللجان إلى 24 فتم استحداث 7 لجان جديدة تحت شعبة جديدة تماما هي شعبة السياسات والتنمية الثقافية. والحقيقة ده اللي أنا يعني كنت حريص أن أنا أوضحه للسادة المشاهدين، أنه إلى جانب الشعب الأساسية الثلاثة التي بدأ المجلس بها واستمرت عبر عقود، الآن في ظل إعادة الهيكلة كان لابد من استحداث مجموعة من اللجان تعنى أساسا بعملية الربط بين هذه الرؤية الثقافية والسياسات الثقافية الموجودة كأهداف استراتيجية وبين أعمال اللجان الأخرى. هذا لا يعني على الإطلاق أن اللجان الأخرى بمعزل عن السياسات الثقافية، لكن اللجان الجديدة وكما يمكن بتوضح تسميتها لجنة سياسات وتنمية ثقافية، منها مثلا لجنة مواجهة الفكر المتطرف، لجان الثقافة الرقمية، لجان الملك، المهم في مجموعها هي تعنى أساسا بعملية الربط ما بين الرؤية الموضوعة في ظل خطة، لأن هناك خطة للوزارة، هناك أهداف استراتيجية منها مثلا تحقيق العدالة الثقافية، تحقيق الريادة الثقافية، الحفاظ على التراث. الجهات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الآن هي إدارات مركزية، منها الشعب واللجان الثقافية، منها إدارة المسابقات ومنح التفرغ، منها المركز القومي لثقافة الطفل، وهذا ركن مهم الحقيقة في المجلس الأعلى، و أيضا لدينا إدارة مركزية للشؤون المالية والإدارية، وإدارة مركزية طيب.